تكبيرات تعلو وبكاء يكشف عن عمق المأساة وقمة الفرح في آن معا عند كل إنقاذ روح كادت تغادر أحبتها للأبد. تعددت الطرق في تركيا لانتشال ناجين من تحت أنقاض الزلزال الذي وصف بالمدمر وغير المسبوق، إضافة إلى الطريقة التقليدية التي تعتمد على إحداث ثغرة في جدران الأنقاض ومحاولة النداء على من قد يكونون على قيد الحياة. برز استخدام السلطات التركية لرادار محلي الصنع كان يستخدم في الأعمال العسكرية. الرادار دار مكن فرق البحث من إنقاذ عدد من العالقين تحت الأنقاض منذ ساعات طويلة، فالرادار يرصد الأجسام الثابتة والمتحركة عبر الخرسانات الإسمنتية، كما يرصد الترددات الإيقاعية مثل دقات القلب. يبلغ مدى وصول الجهاز للأشخاص 22 متراً، ويعمل باستخدام جهازين، أحدهما يلصق بالخرسانة والثاني يحمله المنقذ لتحليل المعلومات ورصد دقات قلوب الناجين وحركتهم. يبلغ وزنه 6.5 كيلوغرامات، وتستطيع أشعته اختراق الأجر والجص والخشب والبلاستيك والخرسانات الإسمنتية. ثمة طرق أخرى يتم استخدامها في كوارث الزلازل بالاعتماد على الكلاب المدربة، خصوصا بعد مضي ساعات طويلة على الكارثة، إذ لا يقوى الضحايا المحاصرون بين الأنقاض على إصدار أي صوت يمكن فرق الإنقاذ من الاستدلال على مكانهم. وفي حادثة مؤثرة استدلت فرق الإنقاذ في ولاية هاتاي جنوبي البلاد على سيدة محاصرة من خلال كلبتها التي كانت تنبح فوق ركام منزل السيدة دون توقف أثناء مرور الفرق ليتم إنقاذها من بين الركام في لحظات حرجة. مشاهد عرضت وما تزال تعرض لزلزال لم يسبق لتركيا وسوريا أن عاشت كوابيسه، لكن الدروس المستخلصة ربما أن المصائب والمحن تذكر جميع البشر بإنسانيتهم ووقوفهم جنبا إلى جنب لتجاوز تداعيات هذه الكارثة.